بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هناخد انترودكشن سريع عن الاوراكل ورك فلو. هناخد بس الانترودكشن ده نعرف يعني ايه ورك فلو، ليه الورك فلو ده طلع اصلا، وايه اللي هي الامكانيات بتاعته، وايه هي الاستخدامات العمليه بتاعته في الاي بزنس سويت. و هناخد الحاجات دي كمقدمه، ننطلق بعد كده نخش في ورك شوبس او في اكزامبلز في خلال الايه الفيديوهات الجايه ان شاء الله. مبدئيا الورك فلو ككونسبت، لان يعني اوراكل لها ورك فلو، مايكروسوفت لها ورك فلو، في كذا فيندور بيدي لك او له تولز خاصه بالورك فلو. ببساطه مفهوم الورك فلو يا جماعه، عن طريقه عايز اعمل نوع من البيزنس بروسيس مانجمنت، عاوز امانج بيزنس بروسيس، بديفاين بيزنس بروسيس معينه بعمل لها اوتوميشن، عاوز اعمل انتجريشن ما بين بيزنس بروسيسز معينه. ممكن كل الكلام ده اعمله عن طريق الورك فلو. طيب بالنسبه لنا في الاوراكل ورك فلو، في حاجات ستاندرد موجوده، بيزنس بروسيسز موجوده الاوراكل ورك فلو بيهندلها. زي ايه؟ السيلف سيرفيسز، السيلف سيرفيس او الخدمه الذاتيه، ده موديول في الاوراكل اتش ار، ده بيهندل اللي هي الطلبات بتاعت الخدمه الذاتيه للموظفين، زي طلبات الاجازه، طلب سلفة، طلب تحديث بيانات شخصية، يعني حاجات بالشكل ده. يعني طلب مثلا بونص او احتساب اوفر تايم او الكلام ده كله. الحاجات اللي هي بتاعت الخدمة الذاتية للموظفين دي، يعني كل الكلام ده كله او الابروفال سايكل بتاعتها قائمه على ورك فلو. ده كمثال في موديول الاتش ار. المثال الثاني اللي هو البي او ابروفال او البيرشيس اوردر ابروفال، عندي طلب شراء وبمشيه في ابروفال سايكل. فدي الابروفال سايكل دي بتتهندل عن طريق البي او. برضه في موديول البيرشيسنج في عندي ورك فلو خاص بحاجة اسمها الاكونت جنريتور، ان هو بيجنريت الاكونت كومباينيشن او بيكون كود الحساب بناء على البيزنس بتاع الكاستمر. يعني في ديفولت وفي انت ممكن تعمل كاستمايزيشن فيه. في عندي برضو في موديول تاني زي البيبلز اللي هو الاي بي انفويس ابروفال، اللي هي الفواتير نفسها بتاعه الشراء او بتاعه فواتير الموردين، عايز اعمل الكلام ده عليه ابروفال سايكل. دي امثله الحاجات موجوده اوريدي في الاي بزنس سويت. ممكن اكريت ورك فلو يعني فروم سكراتش، ورك فلو بروسيس فروم سكراتش يعني. طيب هنشوف كده يعني عشان الصوره توضح اكتر، هنشوف سامبل ورك فلو بيزنس بروسيس. التفاصيل ومعنى الحاجات دي ايه هنتكلم عليها ان ديتيلز يعني بالتفصيل في فيديوهات لاحقه يعني. بس الفكره من عرض السامبل دي ان احنا نشوف مثال لبيزنس بروسيس وهيتعمل لها اوتوميشن في الاوراكل ورك فلو ازاي. دي سامبل بزنس بروسيس متعلقة بفاكيشن ريكويست، طلب اجازة. المفروض الراجل ابروفال بيجيله الفاكيشن بروبوزل في بيانات الاجازة، فالراجل بياخد اكشن يا اما ابروف اعتماد او ريجكشن. طلب اجازة رايح لمديري مثلا او مدير الادارة، فبيتبعت له نوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن ده يا اما يعني النوتيفيكيشن ده هيتبعت له في حاجه اسمها ورك ليست،
ودي ريجون بتبقى موجودة عند الراجل. يعني حاول حتى افتح الابليكيشن على اساس ان انتوا تشوفوها. يعني دي يا جماعة اللي اسمها الورك ليست، الراجل اللي هو اليوزر لما بيجي يدخل في عنده في الصفحة الرئيسية حاجة اسمها ريجون اسمها الورك ليست، بيبقى فيها لستة بالايه بالاوبن نوتيفيكيشنز. افتحها كده بيظهر له فيها النوتيفيكيشن بتاعته بالبيانات بتاعتها على اساس لو هي فور يور اكشن بياخد اكشن عليه. فمثلا كمثال اللي هو مثلا الفاكيشن ريكويست، المفروض ان هيبقى فيه بيانات الاجازه، ده على سبيل المثال ده نوتيفيكيشن موجود، بس ده فور يور انفو بس، يعني ان هو ايه مجرد بس ان ايه للعلم فقط. يعني ده بالنسبه للجزء اللي هو النوتيفيكيشن، وهنتكلم عنه بالتفصيل في الايه في الفيديوهات الجايه. وفي اللي هو ده مثلا، يعني لو جينا نسترجع المثال سريعا، الراجل بيبتدي يقدم طلب الاجازه، بيتبعت للابروفر، الابروفر ده بياخد اكشن، يا اما ابروف يا اما بياخد ريجكت. لو خد ريجكت المفروض انه هيروح باعت نوتيفيكيشن للراجل اللي هو الريكويستر، بيقول له ان الفاكيشن ريكويست بتاعك ريجكتد، ولو وافق المفروض ان هو بيعمل حاجتين، بيروح مع عامل ابديت للبالانس بتاع الاجازات، وبيبلغ الراجل ان الاجازه بتاعته اتوافق عليها مثلا، ولو عايز يقول له ان رصيدك بعد الاجازات كذا، يعني بالشكل ده. وبكده تبقى ايه انتهت البيزنس بروسيس او ده الاوتوميشن بتاعها بالكامل. في السلايد دي بتلخص الاركتكشر بتاع الاوراكل ورك فلو. في جزء على مستوى الاند يوزر كلاينت، في جزء على مستوى الابلكيشن سيرفر، في جزء على مستوى الداتابيز، في جزء على مستوى الديفلوبمنت كلاينت اللي هو الديفلوبمنت كلاينت اللي هو الورك فلو بيلدر. الجزئين اللي احنا هيبقوا او السكوب بتاع الفيديوهات بتاعتنا هيبقى في الجزئيتين دول، اللي هو الجزء اللي على مستوى الداتابيز والجزء اللي على مستوى الديفلوبمنت كلاينت او الورك فلو بيلدر. لكن يعني يبقى شيء كويس ان احنا ناخد فكرة سريعة عن الكومبوننتس دي على مستوى التو لايرز، اللي هو الاند يوزر كلاينت. دي ببساطة جزئيتين، الجزء اللي هو البراوزر اللي انا عن طريقه بدخل على الصفحات بتاعة الاوراكل ورك فلو، او اللي هو لو في عندي ميل كلاينت زي الاوتلوك او الوان نوت بتاع الاي بي ام، ان انا استقبل عليه نوتيفيكيشنز وابتدي اتفاعل معاها. بس دي طبعا عشان تعمل الحركه دي، يعني الراجل اللي هو الابليكيشن ادمنستريتور المفروض انه بيعمل كونفيجريشن للميلر ان هو يبعت على الميل، ان يبعت لك نوتيفيكيشنز على الميل وانت تريسبوند ليها يعني كابروفر. يعني الجزء اللي هو متعلق بالابلكيشن سيرفر، متعلق بالسيرفيسز اللي هي المفروض بتهندل ريكوستات على مستوى الكلاينت، سواء بتتعامل مع داتابيز او كده. يعني الجزء اللي هو على مستوى داتابيز ده في كذا حاجة. هنبدأ الأول بالورك فلو انجن. الورك فلو انجن ده باختصار هو مجموعة اي بي ايز المفروض اللي هي بتكنترول او بتمانج اللي الورك فلو بروسيس، ان انا بكاريت ورك فلو بستارت بروسيس، بوقف بروسيس، بعمل ابورت البروسيس كده. يعني هو اي بي ايز ببساطة. الكومبوننت التانية على مستوى داتابيز اللي هي الدايركتوري سيرفيس دي فيها
اليوزرز، هي ببساطة، آسف يا جماعة، الدايركتوري سيرفيس عبارة عن مجموعة من التيبلز والفيوز اللي بتربط أو بتحدد الريليشن شيب ما بين الرولز والإيه واليوزرز. طبعا هنعرف بالتفصيل مفهوم الرول ده ايه، وطبعا اليوزر معروف اللي هو اليوزر بتاع الاي بزنس سويت. يعني في عندنا اللي هو النوتيفيكيشن سيستم، المفروض ان هو ده بيهندل السندنج بروسيس بتاعت النوتيفيكيشن. يعني انا عايز اسند نوتيفيكيشن من خلال الورك فلو ليوزر معين. طب اللي بيهندل الحكايه دي، الكومبوننت اللي بتهندل الحكايه دي اللي هي النوتيفيكيشن سيستم. في عندنا حاجه اسمها بيزنس ايفنت سيستم. البيزنس ايفنت سيستم ده ببساطه انت ممكن تفاير الورك فلو بشكل مباشر او ممكن تفايره عن طريق الايفنت. الايفنت ده يعني حاجه زي التريجر، الناس اللي هي شغاله بيه اللي سيكول او فورمز، تريجر اكشن بيحصل او ايفنت بيحصل بناء عليه الورك فلو بيفاير او بيحصل ايه اكشن معين، سواء ان هو بيكونتينيو لو هو ستوبت او بيفاير بناء على الايفنت ده. طيب الايفنت داتا المفروض ان هي بتتسيف في جزء داتابيز او في مجموعه تيبلز في حاجة اسمها Advanced Queue. Advanced Queue ده بتسجل فيه الايه الداتا اللي هي بتاعت الايفنت. طبعا Advanced Queue ده يعتبر هو مفتاح للانتجريشن ما بين كذا سيستم. يعني انا لو افترضنا ان في عندنا سيستم عايز يتعامل مع الاي بزنس سويت او مع السيستم بتاعنا عن طريق الورك فلو، فلازم يرمي الانفورميشن في الادفانسد كيو ده. الجزء بقى اللي هو الديفلوبمنت كلاينت ده اللي هو بيمثله الاوراكل ورك فلو بيلدر. اوراكل ورك فلو بيلدر ده عباره عن تول اللي انا عن طريقها بديزاين او بكرييت ورك فلو او بعدل في حاجه سيدد مثلا. يعني طيب الكومبوننت دي عن طريقها ممكن طبعا الورك فلو نفسه بيتسيف على مستوى داتابيز. الورك فلو ديفينيشن بتسيف على مستوى داتابيز، وممكن اسيف البتاع دي جوه يعني في فلات فايل، بس طبعا عشان يشتغل لازم يكون متسيف على داتابيز. بيتكون من جواه في سب كومبوننتس جواه مهمه جدا. الكومبوننت الاولانيه اللي هي الورك فلو ديفينيشنز لودر، اللي هي المفروض بتشوف اللي هو الديفينيشن نفسه بتاع الورك فلو وبتلوده بحيث انك تشوفه بشكل جرافيكال عندك في التول. في عندك كومبوننت تانية اللي هي ورك فلو اكس ام ال لودر، المفروض ان انت في عندك ايفنت ايفنت اوبجكت، المفروض الايفنت ده ممكن ان انت تسيبه في الداتابيس او تعمل له اكسبورت في شكل اكس ام ال فورمات عندك كفلات فايل. ده ببساطه او كاوفر فيو سريع كده عن الاوراكل ورك فلو. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الورك فلو كومبوننتس وهنبتدي بيها واحده واحده ان ايه ليتل ديتيل لحد ما نوصل لايه لديتيلز اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله.